بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. هذا الشوط، شوطنا الأول، جعدان الصعوبة، ينطلق على حضراتكم مع الصدارة. هذا الشوط المتقدم بشعار حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي مع المركز الأول، متقدما مع أيضا الرهاوي، بنطلق على اسم الرهاوي المركز الثاني، ثاني المراكز الظبي، وأيضا علي بن سالم الوهيبي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المهندس منصور بن علي العامري على المركز الثالث، ثم في المركز الرابع القدوم والتقدم هناك والقادم بشعار حمود بن حمد الوهيبي المتقدم مع شاهين. هذه النتيجة. عودة أيها السادة الكرام متابعونا الأعزاء في كل مكان إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الرهاوي في المركز الأول في المقدمة والصدارة، من يبحث عن الناموس الجميل هنا مع صدارة هذا الأشواط. المركز الثاني، ثاني المراكز، وأيضا القدوم والتقدم من شعار الظبي القادم وعلي بسام سالم الوهيبي مع المركز الثاني، وفي المركز الثالث ايضا مخباط حمود بن احمد الحارثي على المركز ايضا الثالث، المركز الرابع الوصول والتقدم هناك القادم بشعال المهندس. يا سلام. عودة ايها الحفل الكريم متابعونا الاعزاء، الرهاوي 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 على المركز الاول في مقدمة هذا الشوط، اللي ينطلق مع المركز الاول يبحث عن الناموس الجميل، لكن الظبي، الظبي مع المركز الثاني، الظبي مع المركز الثاني، لكن المركز الثالث شاف مخباط القادم، مخباط على المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات الجميلة والتحديات المثيرة إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول الظبي علي بن سالم الوهيبي، لكن مخباط الحارثي، مخباط الحارثي في الأمتار المجنونة حسمها حسمها حسمها، أيضا حمود بن أحمد الحارثي محققا الناموس والانتصار الجميل. المركز الثاني كان هناك مع المركز الثاني أيضا القادم شعار الظبي وعلي بن سالم الوهيبي، المركز الثالث ايضا الرهاوي حمد بن عبد الله المالكي. والتوقيت الزمني 2:09 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.